بسم الله الرحمن الرحيم. تم انطلاق منذ بداية شهر رمضان المبارك إفطار صائم للعاملين في الحديقة في منطقة شيص، وهذا يأتي حرص جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان حرصا منها إلى توصيل وجبات إفطار الصائم إلى مدينة خورفكان وجميع مناطق المدينة بما فيها منطقة شيص. طبعا اليوم يتم توزيع بشكل يومي لحديقة الذي أمر فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم مار الشارقة بتشييد حديقة ضخمة في منطقة شيص، وهذا العمال يعملون في هذه الحديقة بطوال اليوم، وتأتي جمعية الشارقة الخيرية بتوزيع هذه الوجبات ما يقارب 250 وجبة يوميا في هذه الحديقة، والتي إن شاء الله راح ترى النور قريبا إن شاء الله في الافتتاح إن شاء الله بتوجيهات ومباركة من صاحب السمو حاكم الإمارة الله يطول عمره ويحفظه. واليوم جمعية الشارقة الخيرية في مدينة خورفكان توزع ومبادرتها جميلة للخير في جميع المجالات، منها إفطار الصائم التي تجول المدينة وما فيها مناطق المدينة.